يا إما بندخله بأتاتش ونروح نختار الملف من المكان اللي هو فيه سواء على الديسكتوب سواء في أي فولدر، يا إما بسحبه من على الديسكتوب أو أي فولدر هو فيه برضو تاني، مش هتفرق مكانه فين، وأعمل له دراج أند دروب اللي هو بشده بفضل ضغط أشده وأسيبه جوه صفحة الأوتوكاد بلاقيه اتثبت معايا بالشكل ده. تمام، هرجع تاني عند هوم هنا اللي هي ببتدي ارسم بيها. طيب انا دخلت البي دي اف ده، ودلوقتي عايزه اعرف المقاسات بتاعته مظبوطه ولا لا. لو فاكرين كنت قلت ان البي دي اف بيفرق عن الرسمه العاديه بان هو الاوتوكاد بيعمل سناب، يعني لو جيت قربت كده مثلا عملت لاين هرسم لاين، واخدين بالكم ان لاقط الميد بوينت ولاقط الاند بوينت، يعني ممكن ابتدي من هنا وابتدي ارسم واجي اقف هنا بلاقي لاقط النقط بتاعتي. انا مش عايزه ده دلوقتي، لكن وانا مثلا برسم الحوائط ده ممكن يكون مفيد لي. طيب انا قبل ما ارسم الحوائط هظبط السكيل بتاع البي دي اف او البلان بتاعي اللي انا دخلته. طيب هاجي واقيس بالدي اي، او خلينا نقيس حتى باللينير اوردر ده من هنا، وعندي الباب بتاعي ممكن اقيسه من هنا من اوله لاخره، لقيته مكتوب ان هو 61. برضو قبل ما اظبط السكيل هدوس يو ان وانتر عشان اتاكد الملف بتاعي ايه الوحده بتاعته. هنا ثالث اختيار او ثالث قائمه مكتوب فيها الـ units to scale اللي هو ايه الـ units بتاعت الملف بتاعتي، فهنا الملف ده سنتي، لكن الديفولت لو انتوا لسه منزلين الاوتوكاد ممكن تلاقوه عندكم inches. وكنا شفنا ازاي نغير التمبلتس وكده ونحفظ الملف زي تمبلت اللي هو .dwt، ممكن ترجعوا للتسجيل بتاعهم. لكن لو احنا بس هنغير الملف اللي احنا شغالين فيه ده دلوقتي، هاجي هنا يو ان وانتر وهتطلع لي drawing units، هاجي اختار من هنا سنتيمتر عشان اشتغل بالسنتي وابتدي اظبط مقاسات الملف بتاعي. طيب انا جيت وقست الباب من اوله لاخره، لقيت ان مقاسه 61 سنتي و7 من عشرة. كنا قلنا قبل كده ان الستاندرد بتاع الابواب، يعني طالما ما حدش قال لي ان الباب ده مقاسه حاجه مختلفه، او انا مش عندي اي indication او اي مقاس على الرسم بيقول لي ان الباب ده مقاسه حاجه مختلفه، فالباب هيكون مقاسه 90 سنتي. هاجي اخترت الدايمنشن بتاعي اللي انا رسمته ده، وطبعا حددت الملف كله او اللي هو صفحه البي دي اف اللي انا برسم منها دي، لان الاثنين مع بعض هحتاج دلوقتي ان انا اغير مقاسه. تمام لحد هنا. طيب انا بقى ازاي هغير مقاس الباب بتاعي ده وبالتالي مقاس كل حاجه عندي في الرسمه؟ كان الأمر اسمه scale اللي هو ترجمته الحرفية مقياس الرسم أو التكبير والتصغير. يعني أنا دلوقتي لو عندي باب في الحقيقة 90 سنتي زي ما قلنا، لما أجي أطبعه على ورقة بيحصل له تصغير عشان يكفي على الورقة دي، لأن الورقة بتاعتي مثلا الورقة الـ A4 21 في 30 سنتي تقريبا، فإزاي أكفي مثلا مشروع كامل على ورقة A4؟ بيحصل له التصغير. أو لو أنا واخدة مثلا كرسي وعايز أكبره، عايز أشوف تفصيلة معينة فيه، مثلا إزاي الخشب بيخش الجزء ده جوه الجزء ده وهكذا في التصنيع، هتلاقوا مصانع الأساس مثلا ممكن تكبر التفاصيل بتاعة تركيب الأخشاب. وطبعا حاجات تانية كتير، مثلا المكن برضو بيتكبر التفاصيل بتاعته، أي حاجة فيها تركيب بتفاصيل دقيقة بنكبرها مثلا، يعني أي حاجة ممكن تجي في بالكو شغل بقى بالميكروسكوبس، أي حاجة فيها تفاصيل دقيقة فأنا بكبرها، أي حاجة فيها تفاصيل كبيرة قوي محتاجة أخليها تكفي على الورقة فأنا بصغرها. والاثنين يعني سواء التكبير أو التصغير ده بيكون اسمه سكيلينج، إن أنا أكبر الحاجة أو أصغرها بحيث تبقى مناسبة للوسط اللي أنا سواء هشوفها عليه، مثلا الشاشة إزاي أكفي شقة كاملة في الشاشة بتاعتي بصغرها، أو إن أنا بكبر حاجة مثلا لو هي تفصيلة صغيرة مثلا فبكبرها بحيث أعرف أشوف.
تمام. احنا بقى دلوقتي هنشوف ازاي نستخدم امر سكيل. جيت وحددت المشروع كله زي ما قلت. انا اصلا المشروع عندي عبارة عن ملف البي دي اف اللي انا دخلته والدايمنشن الصغير اللي انا جيت رسمته هنا. تمام لحد هنا؟ الدايمنشن ده لو فاكرين كان سمارت، يعني بيتغير معايا، يعني اللي انا جيت وغيرته كده لغاية هنا، خدت نص المقاس بس لقيت ان هو بيتغير، بيتكتب 30 بدل 60. انا هرجعه تاني زي ما كان. يبقى انا لو كبرت مثلا الملف ده، لو كبرت الصفحه اللي قدامي، الدايمنشن ده هيكبر معايا، ولو صغرتها هيصغر معايا. طيب انا جيت ورحت مختاره دول كده مع بعض، وهستخدم امر سكيل اختصاره اس سي وانتر، او هشوف هنا طلع لي على الشاشه اس سي، ممكن اقوم دايسه عليها اضغط كده اهو، هلاقيه بيقول لي specify base point. قلنا قبل كده البيس بوينت دي هي النقطة اللي لو أنا بحرك الشكل بمسك منها وبثبت الشكل التاني في المكان الجديد من نفس النقطة دي، لو أنا بكبر أو بصغر يبقى دي النقطة اللي هتكون ثابتة والشكل بيكبر أو بيصغر حواليها. يعني شايفين كده النقطة اللي أنا دوست عليها كليك الكورنر ده، الشكل بيكبر ويصغر من غير ما النقطة دي يحصل فيها أي تغيير. ولو أنا بعمل روتيت اللي هو التدوير، بصوا برضو معايا على الشاشة، هتلاقوا ان هو ممكن نقفل القرصة عشان يبان اكتر، الشكل بيلف وهو مرتكز في النقطة اللي هي البيس بوينت بتاعتي دي، سواء رحت الناحية دي او الناحية دي، هي النقطة اللي انا اخترتها دي بتكون ثابتة في السكيلينج. ودلوقتي يعني بالذات في المشروع ده، في الطريقة اللي انا بعملها دلوقتي، انا كده كده هكبر المشروع كله، فمش فارق معايا يكبر ناحية اليمين ولا يكبر ناحية الشمال، مش هتفرق معايا خالص. فانا هدوس تاني اس سي، انا طلعت بره الامر، اس سي وانتر، وهختار البيس بوينت اللي هي الجزء اللي هنا ده. تمام لحد هنا. بعد كده هلاقيه بيقول لي عايز تعملي كوبي، يعني نسخة تانية، يعني النسخة دي تفضل صغيرة وتعملي نسخة تانية اكبر، ولا هنكبر الشكل ده، ولا الريفرنس. الريفرنس ده اللي هو المرجعية. فأنا محتاجة مرجعية ليه؟ لأن أنا عندي مقاس محدد عايزة أوصل له، لكن لو أنا هشتغل من غير ما أختار لا كوبي ولا ريفرنس، أنا ممكن أجي أكبره كده بمجرد النظر. هاجي مثلا وأقوم شادة الماوس كده شوية أقول كده كفاية، وأقوم دايسة كليك هلاقيه راح كبر، أو أعمل نفس الشيء تاني اس سي وانتر وصغره بمجرد النظر برضه. بس طبعا دي حاجة صعبة جدا ان انا اظبط المقاس بيها. انا كده بوظت تاني المقاس، وبقى الباب بتاعي 30 سنتي 29.9. هاجي هختاره وهعمل اس سي وانتر اللي هو السكيل، وهكبر. المرة دي انا هختار امر ريفرنس، او الاختيار اللي هو ريفرنس اللي هو المرجعية. دوست عليها لقيته بيقول لي اختاري الريفرنس لينث. انا هقرب كده ايه المرجعيه بتاعتي، او ايه الحاجه اللي انا هغيرها بمرجعيه او بمعلوميه مقاس محدد. فانا كنت قررت ان انا هختار او هغير بناء على مقاس الباب. لما انا اظبط مقاس الباب ده، كل حاجه تانية مقاسها هيظبط بالتبعيه، لان الرسمه دي اصلا جاهزه وكلها بتتغير حاجه واحده، يعني هي لان هي صوره فكل حاجه فيها بتتغير في نفس الوقت. جيت عند الباب ده وقلت له أنا عايزة، ممكن على فكرة أقيس على الدايمنشن بتاعي ده، يعني السهم بتاعي ده ممكن أقيس عليه أو ممكن أقيس على الباب نفسه، مش هتفرق. هقيس المقاس من أوله لآخره، هقول له المقاس ده، شايفين بقى رمادي إزاي؟ هقول لقيته بيقول لي تحت specify new length، إيه المقاس الجديد أو الطول الجديد اللي أنت عايزة الباب ده يصبح المقاس الجديد. يعني هو دلوقتي قاسه لقى 30، بيقول لي أنت عايزة بقى يكون كام؟ ايه المرجعيه بتاعتك، ايه المقياس بتاعك. فانا هم كاتبه على الكيبورد 90 ودوست انتر، هبتدي اعمل زوم اوت واراجع ايه اللي حصل. جيت عند الباب بتاعي، شايفين كده البلان كله، انتم مش حاسين ان حاجه اتغيرت لان هو كله بيتغير بالنسبه لبعضه، نسبته ثابته، يعني الصوره كلها جيت كبرتها مره واحده او صغرتها مره واحده، مفيش زي الفوتوشوب مثلا ديستورشن ان انا ازقها كده بس ويفضل الطول بتاعها ثابت، او اعملها كده، انا مش بعمل كده خالص، انا بكبرها بالورب اللي هو الطول والعرض بيتحركوا مع بعض في نفس الوقت. فجيت لقيت الباب بتاعي بقى فعلا مقاسه 90 سنتي. انا كده خلاص ظبطت السكيل بتاع الرسمه بتاعتي، واقدر ابتدي اشتغل او ارسم فوقيها. هاجي اختار البلان بتاعي اللي هو البي دي اف ده،
هروح عند هوم تاني. انا عاملاه في لاير اسمها PDF، او ممكن تعملوه في اي لاير، المهم يكون في لاير لوحده علشان انا هحتاج اقفله بعد شويه اخفيه. فانا هاجي هنا اهو، او لو مش عندكم القايمه دي ممكن تكونوا مش عندكم، هتدوسوا ال A يطلع لكم لاير هنا هتختاروها، او ال A وانتر على طول على الكيبورد بيطلع لكم قايمه باللايرز اللي في الملف. فمثلا فلنفترض ان ده ملف فاضي وما فيهوش لسه اي حاجه، جيت وعملت نيو لاير، يعني لاير جديده، شريحه جديده، وكتبت عليها مثلا انسرتد بي دي اف او بي دي اف او اي حاجه. انا افضل ان انتوا تكتبوا الاسم اللي هو اسم يعني ليه معنى، يعني حتى لو هتكتبوه بالعربي هتكتبوه بالانجلش او بالتركي مش فارقه، بس اكتبوا اسم ليه معنى علشان لما تيجي ترجعوا للحاجة اللي انتوا عايزينها تعرفوا تلاقوها بسهولة. يعني مثلا أنا عندي walls اللي هي الحوائط، windows اللي هي الشبابيك، doors اللي هي الأبواب، hatch اللي هو التظليل الداخلي. اكتبوا بالعربي بالإنجليش بأي لغة انتوا عايزينها، بس اكتبوا حاجة مفهومة بحيث ان انتوا لما تعوزوا تختاروها تعرفوا ترجعوا لها بسهولة. مثلا ده كده الـ PDF اخترته، هاجي هنا ممكن أقوم أخفيه. اوكي هي الـ current layer، هي اللير اللي انا عملتها اكتب، فمش ينفع اخفيها دلوقتي. انا جيت خفيته وظهرته تاني، فمفيش اي حاجه تانيه تختفي معايا. طبعا ممكن نغلط واحنا بنشتغل، دي حاجه وارده جدا بالذات احنا لسه في الاول، لكن يعني حابه اعيد المعلومه دي لان هي هتفيدنا قدام، وكل ما الملف يكون فيه تفاصيل اكتر وفيه لايرز اكتر هيكون مفيد قوي ان كل حاجه تكون عندي على لاير، واللاير تكون شارحه الحاجه اللي عليها بحيث ان انا اعرف الاقيها بسهولة. جيت وحددت البي دي اف بتاعي ده، اخترته كده وحددته، لقيته راح بقى لونه ازرق، وبتلاقوا هنا على طول القايمة او الشريط اللي فوق ده جه عند بي دي اف underlay. انا هرجع تاني عند هوم وهقوم من هنا حطاه على هو inserted بي دي اف، او طالما انا لسه مختاره ممكن اجي احطه على بي دي اف، ممكن اجي احطه على اي لير عادي انا عايزاه، احطه على هاتش، بس انا هحطه على inserted بي دي اف وخلاص كده تمام. هقفل القائمة دي مش محتاجاها في حاجة. وأنا بكده دخلت الملف اللي أنا هرسم منه، ظبطت السكيل بتاعه اللي هو المقياس بتاعه، وحطيته على لاير لوحده، لسه ما بدأتش رسم أي حاجة لغاية هنا. في حاجة مش واضحة، في حاجة لخبطتكم، في حاجة هتسألوا عليها؟ لا تمام، لحد هون تمام. تمام حلو جدا. زينب كان في مشكلة في موضوع الانسرت هنا صح، موضوع ادخال البي دي اف عندك صح ولا ايه؟ لا عسيت عادي سويته. تمام، يبقى انا عايزاكي بس تاخدي بالك ان انت مش بتعملي من هنا بي دي اف امبورت، لان لو دوستي عليها بيقوم محول البي دي اف لخطوط، فده بيخليكي تتلخبطي اللي انت بترسمي فوقيها. احنا محتاجين نعمل اتاتش وتدخلي جوه الصفحه بتاعه الاوتوكاد. تمام لحد هنا؟ تمام اوكي. رجعت تاني للهوم وطبعا حفظت الملف بتاعي، ما تنسوش تحفظوا الملف على الاقل اول مره، اللي هو لما بتفتحوا ملف جديد وتيجوا تدوس كنترول اس بيقول لكم تحددوا الاسم بتاع الملف، عشان ده بيحفظ لسه مكانه اول مره، بتحددوا الاسم وتحددوا مكان الحفظ. دي خطوه مهمه جدا، ان بعدها الاوتوكاد بيبتدي ان هو يعمل موضوع الاوتو سيف بتاعه، كنا اتكلمنا عنه في اول مره خالص تقريبا او في تاني مره، اللي هو من هنا بصينا كده على الاوبشنز هتلاقوا ان الاوتوكاد في قائمه اسمها اوبن اند سيف، وعندي هنا الاوتوماتيك سيف متعلم عليه اوتوماتيكلي ان هو صح مختاره يعني، وبيعمل الاوتو سيف ده كل 10 دقائق، بيقول لي هنا 10 بعد كده minutes between save، بيبقى 10 دقايق ما بين كل حفظ اوتوماتيكي بيحصل للملف. لكن الحفظ الاوتوماتيكي ده مش بيحصل غير لو انا محدده اسم الملف والمكان اللي انا حفظته فيه على الاقل على الاقل اول مره، بحيث ان لو الكهرباء قطعت، لو الملف اتقفل بالغلط، لو حصل ايرور، لو حصل اي حاجه، بيكون عندي باك اب على الاقل اخر شغل اشتغلته من 10 دقايق. تمام كده؟ اوكي. بعد كده هاجي افتح لاير جديده مثلا عشان ارسم الحوائط، ادي اللاير اسمها وولز، ودلوقتي هي الاكتف لاير. انا اي لاير بختارها من هنا بتكون هي الاكتف لاير،
لو جيت اختار تورز بتكون هي الاكتيف لايرز، بدوس مثلا ال وانتر بلاقي نفسي برسم عليها، او ممكن اجي برضو من هنا اللي هي القائمه اللي بتظهر لما بدوس ال اي وانتر، واقف عند اللاير اللي انا عايزاها مثلا هي وولز دي، واقوم معلمه هنا دبل كليك كده على علامه العلامه المربعه الصغيره المايله دي، دي علامه اللاير، بيقوم عامل لي علامه صح كده، واخدين بالكم هنا بصح اللي لونها اخضر دي معناها ان دي الاكتف لاير، وهلاقيها هنا برضو فوق راحت متغيره في نفس الوقت، يعني لازم بتكون فوق اساسا، يعني ده الشورت كات الاسهل بالنسبه لي ان انا ابص فوق، لكن القائمه دي برضو اديكوا عرفتوها. طيب انا دلوقتي واقفه على القائمه اللي اسمها وولز اللي هي الحوائط، وهرسم البلان بتاعي. هاجي مثلا هختار اي نقطه ابدا منها مش مشكله، هلف حوالين المشروع وارجع لها تاني. فانا اخترت بولي لاين اللي هو بيكون خط متصل، لو فاكرين اللاين العادي ممكن ارسم مربع باللاين العادي، ما دوست شيفت على الكيبورد دلوقتي، او ممكن اجي افتح القرص هنا، هو الشيفت بيفتح القرص اصلا لكن بصوره مؤقته. فأنا مثلا لما جيت رسمت المربع ده باللاين أو المستطيل ده، يعني ألاقي إن كل خط لوحده، ممكن أجي أخد الخط ده وأعمل له موف، المستطيل بتاعي بقى منفصل عن بعضه، لكن لو جيت رسمته بالبولي لاين، لو فاكرين لو مش فاكرين عادي نفتكر مع بعض، هو جه هنا هو ما قفلش، بس مش مشكلة. حتى لو ما قفلش البولي لاين بيكون خطوط كلها متصلة مع بعض، وممكن نقفله كمان، يعني لو سبته كده هو برضو كلهم متصلين ببعض، يعني لو اخترت ده لوحده هتلاقي كلهم بينوروا، وممكن اقفلهم لو دوست كده كده ورحت دايسة سي وانتر هلاقيه راح قفل، سي اللي هي اختصار كلوز، فبيقوم قافل لي الشكل بتاعي. فأنا بختار أمر فولي لاين علشان الحوائط بتاعتي تكون كلها متصلة ببعضها، وبعد كده أعرف أعمل الهاتش اللي هو التهشير أو التظليل الداخلي. خلينا نبدأ بأوضة مثلا من الأوض، خلينا ناخد البيدروم دي على أساس إن هي مقفولة وصغيرة. أمسح بقى الدايمنشن ده مش محتاجاه دلوقتي، دوست بي ال اللي هو الفولي لاين وابتديت أرسم، هلاقي السناب بيلقط معايا على البي دي اف، دي حاجة مش وحشة يعني مش هيضايقني قوي. القرصو عندي مفتوحة عشان أرسم زوايا قايمة، ولقيته بيعلم هنا الـ end point الـ يعني لو لقطها هنا أو قبلها بحاجة بسيطة مش هتفرق that much في مشروع زي ده، لأن أنا كده كده برسم من صورة، يا إما في مشاريع تانية مثلا ممكن أكون رايحة رفعت مقاسات، فبرضو مهما رفعت بدقة يعني أكيد ممكن يكون في مليمترات أصلا، يعني لو دهنت طبقة تانية من الدهان المليمترات دي بيحصل فيها تغيير، فمش محتاجين ان انتوا يعني تقلقوا منها. المهم ان انا ابقى عارفه المقاس بتاع الاوضه، لان انا عايزه اعرف في الاخر الاوضه دي مثلا او الغرفه يعني بتكفي كام شخص، بتكفي قطع اساس قد ايه وهكذا. لكن السناب مثلا مفيد ليا، يعني ان انا بيسهل عليا ارسم فوق البي دي اف. مثلا انتوا كنتوا بتقولوا ان في مشكله في الزوايا القايمه، معاكي جدا في الموضوع ده، انا جيت هنا والزوايا فعلا ما جاتش قايمه بالظبط. انا هرسم الاوضه دي بس اخلصها بالشكل ده، وهنشوف دلوقتي ازاي نحل موضوع الزوايا القايمه. انا هقفلها كانها يعني غرفه في شقه لوحدها عشان انا مش هقدر ارسم المشروع كله دلوقتي، نجي اقفلها كده وكده وقفلت. ودلوقتي هخفي ال بي دي اف، هخفي المشروع بتاعي مخبيت لي رو... انا حطه على انسيت تمام. جينا عملنا زوم لقينا فعلا الحوائط بتاعتنا مش مستقيمة، ليه حل في بعد ما انا رسمته ليه حل، وليه حل تاني من قبل ما نرسم. طيب الحل، فلنفترض ان انا رسمته وعايز احل المشكله دي، اول خط انا رسمته هنا ده كان مظبوط كان قائم،
وانا اصلا كده كده فاتحه القرصن، تمام. جيت وهشوف سمك الحائط بتاعي، لقيته 17 وكسور، وهنا نفس الشيء، يعني المفروض يكون في حدود 15 25، فهو تمام يعني في السليم. الخط ده هنا عندي مش مظبوط. طيب هاجي اعمل له زي ريفرنس لاين او خط مساعد، جيت من النقطة دي ورسمت خط مستقيم، وكده كده القرصة عندي مفتوحة اللي هي بتخليني ارسم زوايا كويس. جيت لقيت الخط ده فعلا نازل تحت، ممكن اقوم ماسكة النقطة دي رفعوها لفوق، عمل لي انترسكشن، او ممكن يعمل لي، ايوه دي اصح كمان، اللي هي perpendicular اللي هو العمودي، واقوم مثبته الخط واقوم ماسحه الخط المساعد بتاعي ده. هاجي من هنا تاني وامد خط تاني عمودي لفوق، الخط ده مظبوط ما فيهوش اي مشكله، الخط ده كمان غالبا مظبوط ما فيهوش اي مشكله، باين حتى دول كمان شكلهم مظبوط، ده باين ان في تعريجه، اظبطها دلوقتي. هاجي كده وامد الخط ده لتحت، شايفين ادي ده الخط المساعد بتاعي اللي هو نازل تحت ده، والخط ده اقل منه، هقوم جايه ساحبه النقطه دي وظهر عندي بيربنديكولار اللي هو العمودي، رحت شداها بالجنب، وبكده الخطوط بتاعتي بقت كلها عموديه. لكن شغلانه شويه متعبه شويه معاك يعني، مش معترضه، لكن دي طريقه من الطرق. طيب ايه الحل التاني اللي ممكن اعمله؟ ارجع البي دي اف بتاعي تاني، وممكن اقوم جايه اقفل السناب خالص، لان السناب شايف البي دي اف وبالذات شايف الهاتش اللي جوه الحيطه هنا ده. يعني لو فتحت السناب تاني عشان تشوفه، جيت دوست مثلا قال لي يعني لاين، هرسم لاين، شايف ان كل دي خطوط، شايف المساحه المتظلله دي ان جواها خطوط ونقط، عايز يبدا عند اي نقطه منهم، فدي بتخليه الخطوط بتاعتي عمالة تتشد، ما تبقاش مستقيمة، تطلع فوق سنة أو تنزل تحت سنة. فبدل ما يعمل لي مشكلة، ممكن أقوم قافلة السناب ده تماما وأسيب القرصو مفتوح، بما إن أنا هرسم كلها زوايا قائمة، بمعنى إن هي 90 أو 180 أو صفر، يعني اللي هما في الـ4 الاتجاهات دول بس، زوايا قائمة، يعني هو زي ما برسم المربع بمشي في الـ4 اتجاهات نفس الشيء، ما عنديش زوايا 45 خالص دلوقتي. لو عندي ممكن عادي جدا ارجع افتح البولر تراكنج وساعتها القرص بيتقفل، لكن من ان انا ارسم زوايا قايمه يبقى افتح القرص مبدئيا. دلوقتي انا قفلت السناب وفتحت القرص، هاجي ادوس بي ال عشان ارسم بولي لاين، وهحاول على قد ما اقدر ان انا هقرب الماوس من النقطه. انا طول ما انا برسم ايدي على العجله اقدر اعمل زوم ان وزوم اوت بمنتهى السهوله. يعني انا جيت هنا وقلنا مثلا سمك الحائط 17، انا ابتديت من هنا ورحت ماشيه لفوق، هقوم دايسه 17 وانتر وابتدي ارسم. مش مظبوطه شويه مش مشكله، لكن المفروض ان مقاس الحائط ثابت في المشروع كله، فدي مش حاجه يعني تقلقوش منها خالص، عادي يعني. حتى لو لقيته داخل جوه الرسمه شويه، الاصح ان هو الحوائط كلها تكون نفس المقاس. لو ما ظبطتوش حاجه زي كده برضو مش مشكله، ده لسه تدريب، لكن يعني مش حاجه هقف عندها خالص، تمام. وجيت هنا انا عملت زوم اوت اهو عشان اشوف الخط التاني مكمل لغايه فين، وجيت هنا عايز القط النقطه الصح بقى اللي هقف عندها، جيت عملت زوم ان تاني، والمؤشر بتاعي شايفين هو على شكل الزائد دي، فجيت هنا وتقريبا الخط اللي فوق مظبوط اكتر حاجه. يعني لو عوزت اظبطه اكتر من كده مش هقدر طبعا من غير السناب، ورحت عملت زوم ان تاني فوق، حاولت اظبطه على قد ما اقدر ان هو يبقى مظبوط على الحائط. خلاص هو كده كده اصلا بيرسم زوايا قايمه، انا بس بحاول ان ما يبقاش فيه مشكله في المقاسات. ورسمت هنا و رسمت هنا كمان، حلو جدا. انا ممكن ابتدي اطلع بره هنا اعمل 17 تاني وارسم اعيد تاني الموضوع ده، او ممكن اقوم دايسه، مش انا من هنا 17 اقوم دايسه انتر، فكده الخط بتاعي وقف بطل رسم. خلينا نشوف احنا رسمنا ايه بالظبط.
حددنا الحائط، شايفين كده؟ ادي البي دي اف بتاعي، انا هخلي اللون بتاعه اخف شويه، انا اصلا عامله له فيه اوكي. طيب اهو عملنا له فيد، تمام؟ شايفين المشروع اهو، كان هنا ادي الخط بتاعه، خط الموف او البنفسجي اللي انا رسمته ده دلوقتي، هو بقى محدد اللي هو سور الجنينة اللي بره ده. هرجع تاني بس ازود الوضوح بتاعه شوية. اما بعمل اي سيلكت للبي دي اف، يعني بختاره بس كده اهو، بيوديني على طول عند الاختيارات بتاعته اللي هي البي دي اف اندرلاي، وارجع تاني اقلل الاختفاء بتاعه ده، خليه مثلا 50% او ممكن اعليه اكتر كمان، دي حاجه ترجع لكم يعني، دي راح حسب راحتكم في الشغل، ملهاش قاعده. طيب ايه بقى الاختيار اللي انا ممكن اعمله؟ انا جيت اخترت الحائط ده اللي بره ده، وكده كده لما قست المشروع لقيت ان سمت الحائط 17 او 18، انا رسمته هنا على اساس ان هو 17، فخلينا نكمل ب 17. وهقوم عامله امر اوفست. اوفست ده كان بيجي يشوف اي حاجه انا بختارها عشان اعمل لها اوفست، مثلا على الخط ده، الاوفست ده عباره عن ان هو بيعمل لي نسخه تانية من نفس الخط على بعد مسافه محدده. يبقى مثلا لو انا عندي خط هنا اهو، بياخد نفس مواصفات الخط ده اوفست بنفس الطول، وهقول له مثلا على بعد 5 سم عايزه نسخه تانية، كتبت 5 وانتر، الاقي نسخه تانية على اليمين، عايزه اعمل نسخه على الشمال ممكن اعمل، او ممكن اختار ده واقوم قايله له ام، شايفين تحت بيقول لي مالتيبل اللي هو متعدد، ادوس ام وانتر، وابتدي ان انا اوقف على الناحيه دي، يقعد يعمل لي نسخه، كل ما اعمل كليك يعمل لي نسخه جديده. تمام كده، ده كان امر اوفست. ست يعني اذا ادوس ام وانتر يعمل لي نسخه، يعمل لي مالتيبل يعني متعدد، وكل ما ادوس كليك يعمل نسخه زياده. بصي تاني، ممكن دلوقتي اطبقه على سيركل اللي هي الدائره، ادوس اوفست هيعمل لي نسخه منها على بعد 5 سم لبره، او خليها المره دي 10، وادي كليك ودوست لبره او نفس الدايره وعملت نسخه لجوه، تمام؟ طيب فلنفترض ان انا كنت عايزه 10 نسخ، مش هفضل كل مره ادوس هنا وكليك وبعدين هنا وكليك، 1 2 3 عملت كام؟ معرفش. هقوم دايسه دلوقتي، هرجع كنترول زد، عندي الدايره دي، هدوس اوفست وانتر، تمام؟ إذا 5، لا أنا عايزاها 10، حط 10 وإنتر، وبعدين اخترت الدايرة، شايفة طلع لي تحت في الاختيارات مالتيبل، أيوه اكزيت يعني اقفل، اندو يعني ارجع خطوة لورا، أنا عايزة مالتيبل، هدوس عليها، خلاني إن أنا كل ما أضغط كليك يطلع لي نسخة جديدة، أنا عمالة أضغط كليك أهو، 4 5 6 7 8 وهكذا، كل ما أتحرك سنة بالماوس وأضغط كليك بيقوم عامل لي نسخة لبره أكتر. تمام؟ تمام تمام، دوست انتر وخلاص كده بقى عندي الدوائر بتاعتي عادي، انا هرجع امسحها مش محتاجاها في حاجه دلوقتي. هاجي بقى عند الحائط بتاعي عشان اعمل له اوفست، دوست اوفست، سمك الحائط قلنا 17، ورحت جايه كده اهو وعملت له اوفست للناحيه دي لتحت، يعني اللي هو انا عملت الخط الداخلي، دلوقتي عايزه اعمل الخط الخارجي. عملت الاوفست وهيجي دلوقتي اخفي البي دي اف تاني، ممكن من هنا انسيرت البي دي اف واخفيه، سواء هعمل له فريز سواء هعمل له هايد مش هتفرق. وجيت لقيت ادي الخط الاولاني اللي انا كنت رسماه، والخط التاني جه عليه من هنا من بره على بعد 17 سنتي، عايزين نتاكد. جيت هنا ادي سناب مقفول، ورحت قايسه المسافه 17 بالظبط اهي، نيجي نتأكد من الناحية دي كمان 17 بالظبط، هنا 17 بالظبط، ولا عمره هيتغير لأن هو كمبيوتر، خلاص أنا اديته أمر هو نفذ الأمر بتاعي، بس بوريكوا يعني. لكن الأوفست خلاص ما فيهوش يعني ما فيهوش فكرة إن هو ممكن يغلط أو كده. طيب أنا دلوقتي عندي الحائط في الجزء ده مفتوح لسه، هعمل إكستند إي إكس وإنتر مرتين، وهقوم مزودة الخطين دول بس علشان مش مقفولين، وأفضل كمان في الشغل بتاعي إن أنا أقوم ماسكاهم كده، أنا مسكت أدي الخط اللي بره
والخط اللي جوه، ورحت عامله لهم جوين اللي هو جي وانتر، فبقت كلها عباره عن يعني كانه مستطيل او مساحه مقفوله، واقدر دلوقتي اعمل جواها الهاتش بتاعي زي ما انا عايزه. تمام لحد هنا؟ اوكي طيب. يبقى انا دلوقتي لو جيت ودوست اتش وانتر هقدر ان انا اظلل المساحه بتاعتي اللي هي جوه الحائط ده. تمام كده؟ طبعا ده الهاتش بتاعي انا هغيره لان مش ده هاتش الحوائط، هخلي المايل اللي هو خطين ومسافه خطين ومسافه، ودوست انتر. الهاتش المفروض يكون على اللاير اللي اسمها هاتش مش لاير الحوائط، فهاجي انقله هنا تاني. وخلونا نكمل، اللزوم هيفصل ونرجع نخش تاني.